القعدان المحليات الأصايل من هجن أصحاب السمو الشيوخ على أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات المسائية الجميلة. نتابع معكم مسيرة هذا الشوط ونتابع صوغان من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر هنا أيضا، والمنطلق مسري بن سالم بالعرطي الحميري، بينما المركز الثاني سلهود ياتينا على المركز الثاني هنا المنطلق في هذه التحديات والإثارة هنا بهذا الأداء لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم. عمر بن مطار بن لاحج الهايري في التضمير من ينطلق على المركز الأول في هذه اللحظات، وهنا المركز الثالث المركز الثالث والانطلاق على ثالث المراكز في هذه اللحظات من مصدع من هجن هنا أيضا من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وهناك الوصول من النصر لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر هنا أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، والوصول هنا من سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن سالم لنيبي، ويأتينا مشاغب لسمو الشيخ حمدان بن راشد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم من يأتينا على المركز هنا أيضا السادس بقيادة عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري، والوصول من صغان لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة هنا المضمر سلطان بن عبد الله بالشر القاطري، بينما المركز الثامن والمنطلق هنا شاهين لسمو الشيخ محمد بن ذياب بسيف آل نهيان بقيادة المضمر هنا أيضا الصادق فضل الأمين من يأتينا ثامنا، وفي المركز التاسع الوصول من العابر لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة علي أحمد الحاج المنطلق في هذه اللحظات على المركز التاسع، وفي المركز العاشر هنا المنطلق لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان من يأتينا بهذه الانطلاقة الجميلة هنا مليح بقيادة أحمد بن خلفان بصايغ المزروعي المنطلق على عاشر المراكز. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والإثارة. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى سلهود المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول هنا بهذا الانطلاق المميز الجميل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهيل بن سعيد المكتوم بقيادة هنا الشاب الواعد عمر بن مطر بن لاحج الهايري من يأتينا على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. مصدع من يأتي على المركز الثاني من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير في التضمير. صوغان يأتينا على المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر الخبير مسري بن سالم بالعرطي الحميري، وصار مشاغب من الجانب الآخر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري في التضمير، وصار المنطلق هنا بهذا الأداء المميز على المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة أبو أحمد هنا أحد شباب المرموم سعيد بن سالم لينيبي. أما المركز السادس فيأتي مليح المنطلق على سادس مراكزنا هنا بهذا الأداء لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي الجنتلمان من ينطلق على المركز السادس، وفي المركز السابع المركز السابع والمنطلق شاهين لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان.
الريان مع الصادق، فضل الأمين المنطلق على المركز السابع وفي المركز الثامن، شاهين على المركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب سعيد المكتوم بقيادة المضمر المنطلق من الجانب الآخر عبيد بن محمد بالضبيعة الاجتبي، وعلى المركز التاسع حملول. هنا أو التدخل في هذه اللحظات من قبل شاهين، هنا لسمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي وسالم بن علي بن بخيت المسافري في تضميرة الوصول مشاهدينا ومتابعينا الكرام من الواري. الواري قادم هنا من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المنطلقة والمتحدية في هذا الأداء المميز الجميل. ولكن الصدارة مع سلهود، سلهود من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة قيادة عمر بن مطر بن لاحج الهايري امصد على المركز الثاني، امصد على ثاني المراكز من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير ومليح مليح مليح على المركز الثالث. رسمه الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان بقيادة الجنتلمان أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي. وصل الواري، وصل الواري في هذه اللحظات. هنا أيضا بينطلق مع الكيلومتر الأخير من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وخامس مراكزنا صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مسري بن سالم بن عرضي الحميري. ولكن هنا التحديات، هنا الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. سلهود هو مليح هو الواري، يا سلام تحديات جميلة، تحديات وإثارة مشاهدينا الكرام. هنا التسلل، التسلل في هذه اللحظات من مليح من انطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان بقيادة أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي من ينطلق على الصدارة على المركز الأول. المركز الثاني سلهود سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب سعود المكتوم الواري على المركز الثالث، والمركز الرابع مصدع من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. والتحديات الجميلة، ولكن مليح المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على الصدارة وعلى المركز الأول، أعلن الفوز والناموس والانطلاقة إلى خط النهاية. تهانينا لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان رجل الستراث، تهانينا على هذا الأداء المميز الجميل، تهانينا أيضا لأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي على هذا الفوز المميز الجميل ولحظة الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني أتانا مصدع من هجن العاصفة، بينما المركز الثالث شاهين من هجن الرئاسة. المركز الرابع سلهود مشق حمدان بن محمد بن رهب سعيد المكتوم، وفي المركز الخامس الواري من هجن العاصفة. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى، دعناها على حضراتكم ونعود إلى التوقيت الزمني الذي سجل بهذه المسيرة والانطلاقة. هنا لمليح ساطع المسافة في 9 دقائق 20 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان، تهانينا للمضمر أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي على هذا الفوز المميز الجميل بهذه الانطلاقات الجميلة والتحديات. مصدع سجل 9 دقائق 22 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، بينما المركز الثالث كان من نصيب شاهين من هجن الرئاسة بقيادة الفيلسوف شوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي 9 دقائق 24 ثانية 7 من الأجزاء من الثانية. هو التوقيت الزمني في هذا الانطلاق.